أهلا وسهلا بكم طالبة الصف الثالث المتوسط في درس مكثف لمادة الكيمياء، وراح نتناول اليوم في درسنا الفصل الثاني عناصر الزمرتين الأولى والثانية. في الدرس السابق تناولنا بعض الصفات العامة لعناصر الزمرتين وأيضا الخواص الفيزيائية والكيميائية، وأخذنا عنصر الصوديوم اللي تناولنا عنه وجوده وتكلمنا عن خواصه الفيزيائية. لكن الآن في هذا الدرس راح نتكلم عن الخواص الكيميائية لعنصر الصوديوم، والذي يكون هو عنصر فعال جدا، وذلك يتحد مع معظم الفلزات ويكون مركبات أيونية، وذلك يتكون أيون الصوديوم الموجب. ومن أهم خواصه فإنه يتفاعل مع عنصر الأكسجين، وذلك أنه عند هذا الأكسجين موجود في الهواء الرطب، وذلك فإنه سوف تكتسي طبقة بيضاء تغطي الفلز، وهذا ما يؤدي إلى ذهاب بريق الفضي عندما كان مقطوعا حديثا. هنا أيضا يتفاعل مع الكلور، وكما في المعادلة الآتية يكون لي كلوريد الصوديوم. هنا راح يتفاعل مع الكلور. خلي نكتب العنوان هنا، خلي نكون الخواص الكيميائية لعنصر الصوديوم. نعم، لعنصر الصوديوم. نعم، إذن لعنصر الصوديوم، وراح أبدأ ب أولاً هنا عندي يتحد مباشرة مع أكسجين الجو عند من الصوديوم من قوسين مقطوعة حديثا للهواء الرطب يزول ريقها بعد فترة قصيرة تكتسي بطبقة بيضاء فترة قصيرة. نعم، وتكتسي هنا إذن عدنا بطبقة بيضاء. النقطة الثانية يتحد مع غاز الكلور، أحبتي الطلبة، يتحد مع غاز الكلور ويكون ملح كلوريد الصوديوم، ومحررا هنا NaCl2 هنا ينتج ينطيني، خلي بعدين الموازنة تصير، احنا هنا خلي NaCl. الآن نجي نوازن المعادلة أحبتي. هنا عندي ذرتين من الكلور احنا، ولازم هنا أن أنا أضرب الاثنين، عفوا عنصر الصوديوم باثنين. ليش؟ حتى تكون متوازنة المعادلة، لأن عدد الذرات عدد الذرات المواد المتفاعلة يجب أن تكون متساوية لعدد ذرات المواد الناتجة. راح أضرب هنا أيضا النواتج في اثنين حتى تكون عندي المعادلة متوازنة بشكل جيد. هنا هسه توازنت عندي، والعدد الذرات المواد المتفاعلة مع المواد الناتجة. النقطة الثالثة يتفاعل بشدة مع الماء ومكون هيدروكسيد الصوديوم ومحررا غاز الهيدروجين كما في المعادلة الآتية. هنا عندي Na زائد H2O راح ينطيني NaOH زائدا H2 هو غاز متحرر إلى الأعلى،
وهنا عندي نضرب هنا في 2 وهنا وهنا ضربنا هنا حتى تتوازن المعادله، لان قلنا كما في المعادله الاولى ان يجب ان تكون عدد ذرات المواد المتفاعله مساويه لعدد ذرات المواد الناتجه. اذا هنا هذه النقطه الرابعه، يتفاعل بشده مع الحوامض المخففة مكوناً ملح الحامض ومحرراً غاز الهيدروجين Na الصوديوم زائد الـ HCl الحامض المخفف ينطيني NaCl زائد H2O. خلينا نضرب الحامض في 2 حتى تكون والNa في 2 وايضا NaCl في 2، توازنت المعادله كما موجود عندي امامك. راح ننتقل الى النقطه الخامسه عزيز الطالب هنا، ويكون عندي هنا 5 تفاعل الصوديوم مع كثير من أسيد ذات هنا خلي تكون كما في المعادلات الآن كما في المعادلتين الآتيتين. هنا عندي Na أول معادلة زائد MgO راح ينطيني Na2O زائدا عنصر المغنيسيوم اللي هو Mg. خلي نضرب الـ Na في 2 فقط حتى تتوازن المعادلة، لأن المعادلة هذه أولا، النقطة الثانية يتفاعل مع مع الكلوريدا Na زائدا AlCl3، إذا عندي NaCl زائد Al. نعم هذا نضربه في 3 وأيضا نضرب هنا في 3. إذا هذه خلي تكون واضحة، خلي ننتقل إلى استعمالات الصوديوم. أعزائي الطلبة، وضحنا الخواص الكيميائية بشكل واضح. هنا عندي استعمالات الصوديوم، يستعمل الصوديوم كعامل مختزل قوي في بعض التفاعلات العضوية، ذلك لشدته وسرعة تأكسده، وأيضا يستعمل في إنتاج سيانيد الصوديوم المستخدم في تنقية الذهب، وله استعمالات صناعية أخرى. أما الاستعمال الثالث اللي راح يكون هو يستخدم في تعدين عمليات التعدين، وذلك للتخلص من أكسجين الهواء المتحد مع الفلزات أو الذائب في منصهراتها. إذا خلي نكتب هذه الاستعمالات، نعم نكتب استعمالات الصوديوم، خلي نكتب نعم أول نقطة، وهذه أيضا بها بعض التعاليل الموجودة في استعمالات الصوديوم. إذا راح تكون عندي أول نقطة، يستعمل أولا قلنا كعامل مختزل قوي، نعم أول نقطة يستعمل كعامل مختزل قوي في بعض التفاعلات العضوية لشدة وسرعة تأكسده. اثنين قلنا مستعمل في إنتاج سيانيد الصوديوم المستخدم في تنقية الذهب.
ثلاثة يستخدم أو يستعمل الصوديوم في عمليات التعدين ذلك للتخلص من أكسجين الهواء المتحد مع الفلزات أو الذائب في منصهراتها. احنا هنا وضحنا الاستعمالات في هذه امامك على السبورة، النقاط موجودة عزيزي الطالب. راح انتقل الى الكشف، وانا ذكرتها في الصفات في الخواص الفيزيائية للعناصر الزمرتين الاولى والثانية، ولكن راح اتطرق لها بشكل سريع. هنا يقول كيف يتم الكشف عن ايون الصوديوم. يتم الكشف عليه بالكشف اللهب او يسمى بالكشف الجاف، وهذا لانه هو يلون عنصر الصوديوم باللون الذهبي او الاصفر البراق الذي يسمى كما مر ذكره في قلنا خواص الزمرة الأولى التي ينتمي إليها عنصر الصوديوم. ننتقل إلى بعض مركبات الصوديوم، ومن أهمها هو اللي هي تكون أيضا مركبات واسعة الانتشار، والذي يكون من أهمها كلوريد الصوديوم وبعض خليط من أملاح مزدوجة، وبسبب عوامل التعرية الموجودة مثل مياه الأمطار والهواء الذي يحتوي على ثاني أكسيد الكربون الذي يؤدي يتحول بعض من هذه الأملاح إلى كربونات الصوديوم والطين النقي الذي يعرف بالصلصال والرمل. إذا من أهم مركباته نأخذ عنه هو كلوريد الصوديوم، وهو الذي يكون واسع الانتشار في الطبيعة والذي يوجد بشكل صخور ملحية على سطح الأرض، أو يوجد في شكل ترسبات ملحية تحت سطح الأرض، ويوجد في كثرة في مياه البحار والبحيرات والينابيع. إذا هنا راح اكو فد بعض كيفية استخراج هذا الملح. لو اني اجي كيف استخرجه اذا كان في ترسبات تحت سطح الارض او كان بكثرة في مياه البحار. اذا كان تحت ترسبات سطح الارض راح استخرج، ابدا بحفر الابار واضخ له المياه واسحبه في بواسطة مضخات ماصة الى سطح الارض واتركه يتبخر ماء، وذلك تتخلف بلورات الملح التي تكون غير نقية. وايضا اذا كان في مياه البحار بكثرة ايضا يسحب إلى أحواض واسعة كبيرة ضحلة، وأيضا يترك ليتبخر ماء بأشعة الشمس، وذلك تتخلف بلورات من الملح. وهذا المستخدم عندنا بملاحات الفاو، وأن الملح المستخرج بهذه الطرق السابقة يكون غير نقي، تستخدم بعض الطرق لذلك لتنقيته واستخدامه. ننتقل إلى استعمالات كلوريد الصوديوم اللي هو يكون غذاء رئيسي مهم للإنسان ولا يمكن الاستغناء عنه، ولكن إلى استعمالات صناعية أخرى. أن يكون أولا يستعمل في تكوين أو إنتاج كربونات الصوديوم التي تسمى بسودة الغسيل، التي تستخدم في صناعة الورق والزجاج، وأيضا بخميرة الخبز. وإذا أيضا يستخدم في إنتاج هيدروكسيد الصوديوم الذي يستخدم في صناعة الورق والصابون وتنقية البترول. اما يستخدم في انتاج او في تحضير الكلوريد غاز الكلور المهم صناعيا، وايضا يستخدم في دباغه الجلود وفي صناعه الثلج للتبريد وفي تثبيت الاصباغ، وايضا يستخدم في حفظ الاغذيه الصالحه للاستهلاك البشري. هنا وذلك مثل اللحوم والمواد الغذائيه، وذلك لان المحلول المركز ل يترك هذا المحلول ليقتل البكتيريا التي تسبب التعفن. راح نكتب بعض التعاليل. نعم راح نكتب هنا راح نكتب تعليل. علل. نعم. هذا وزاري طبعا اعزائي الطلبة. يستفاد من كلوريد الصوديوم في حفظ المواد الغذائية لمدة من الزمن، مثل اللحوم والأسماك.
هنا الجواب راح يكون عندي، لأن محلوله المركز يقتل بكتيريا التي تسبب ضعف. إذن هنا أنا وضحت استعمالات غاز عفوا ملح كلوريد الصوديوم، وأخذنا هذا التعليل عنه من استعمالاته ووضحته، قلنا يستفاد من كلوريد الصوديوم في حفظ المواد الغذائية لمدة من الزمن مثل اللحوم والأسماك. ليش؟ لأن محلولها المركز يقتل البكتيريا التي تسبب التعفن للمواد الغذائية. إذن أنتقل إلى خواصه. يمكن استنتاج بعض خواص كلوريد الصوديوم من إيجاد الفرق بين الملح النقي والملح الاعتيادي الغير نقي. إن الملح النقي لا يمتص الرطوبة من الجو ولا يتميأ ولا يحتوي على شوائب، أما الملح الاعتيادي فهو مادة متميئة ويمتص الرطوبة من الهواء الجوي، وبذلك يحتوي على الشوائب مثل كلوريد المغنيسيوم والكالسيوم التي هي تسبب التميؤ لهذه المادة. نكتب سؤال خليه وزاري، ما الفرق بين كلوريد الصوديوم النقي وال هنا سؤال، ما الفرق بين ملح الطعام النقي ملح خلي ونكتب كلوريد الصوديوم النقي وكلوريد الصوديوم الغير نقي. خلينا نغير صيغة السؤال، ما الفرق بين كلوريد الصوديوم النقي وملح الطعام الاعتيادي ولماذا؟ هذا يريد ذكر السبب هنا. خلينا نكتب الجواب، انا ذكرت لك انه هذا ملح النقي. خلينا نسوي فد جدول. كلوريد الصوديوم النقي. كلوريد الصوديوم النقي، نعم. إذن خلينا نكتبها بشكل واضح. إذن هنا وملح الطعام الاعتيادي. إذن هنا راح يكون هذا الخط الفاصل أولا، نعم، لا يتم. إذن وهذا، نعم، هنا يتم لأنه يحتوي على شوائب أو لأنه يمتص الرطوبة من الجو، لأنه يحتوي شوائب من كلوريد الكالسيوم أو كلوريد المغنيسيوم أو إليهما، نعم، وهاتان المادتان تميلان امتصاص رطوبة من الجو. ننتقل إلى مركب آخر للصوديوم وهو هيدروكسيد الصوديوم. تكون هذه المادة صلبة ومتميئة وتمتص الرطوبة من الجو، وبتفاعل الطبقة المتميئة مع ثاني أكسيد الكربون تتكون طبقة من هذه تغطي بيضاء تغطي هيدروكسيد الصوديوم، وأيضا لها استعمالات معينة، وهو أيضا هيدروكسيد الصوديوم قاعدة كثيرة الذوام في الماء، ومن استعمالاتها تستخدم في صناعة الصابون والمنظفات، المنظفات مساحيق و محاليل أو سوائل نقدر نقول عنها، وأيضا تستخدم في صناعة الأنسجة والورق، وبالإضافة كمادة أولية في تحضير بعض المركبات المستخدمة في الصناعة. خلنا نكتب بعض التعاليل، نعم،
عندنا المجال خلينا ناخذ راح نمسح هنا راح نمسح الاستعمالات حتى نقدر ناخذ التعليل عندي لان السبوره ما تكفيني. التعليل هذا راح يكون يخص محلول هيدروكسيد الصوديوم واللي قلنا هي قاعده نعم هذا التعليل يخص قاعده علل تتشكل قشره جافه على سطح ويباد هيدروكسيد الصوديوم. الجواب راح يكون عندي لأن هيدروكسيد إن لأن هيدروكسيد الصوديوم نعم عند تعرضها للهواء الرطب وهذه الطبقة المتميئة تفاعل مع غاز CO2 غاز ثنائي أكسيد الكربون في الجو وتتكون طبقة من كربونات الصوديوم كما في المعادلة الآتية CO2 زائد NaOH راح كربونات الصوديوم Na2CO3 زائد H2O. إذن هذه حتى تتوازن المعادلة أضرب هذه الكربونات هذه تكون قشرة جافة هذا. إذن أحبتي الطلبة وضحت لكم هذه الخواص الكيميائية لعنصر الصوديوم وبعض التفاعلات اللي تخص الخواص الكيميائية وبعض استعمالاتها أيضا والفرق بين ملح كلوريد الصوديوم والملح الاعتيادي. انتهى الوقت المخصص أن أحبتي الطلبة تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل أيضا وتحياتي للمشرف العلمي. إلى اللقاء.